ان هذا الدعم ياتي في اطار جهود الراميه لتحقيق الصحه بشكل عام في جميع المحافظات المحرره، وحرصا من القياده الرشيده عبر دوله الامارات العربيه المتحده عبر مؤسسه خليفه بن زايد للاعمال الانسانيه للاستجابه الطارئه للمواد الصحيه التي سوف تخفف من معاناة الحالات الصحية الطارئة، مما لا شك التنسيق مع وزارة الصحة والمحافظات بشكل عام المحررة تسير بخطى ثابتة وسوف تحقق إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نحتفل اليوم بإسلام كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية القادمة من أو المقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد حفظ الله، مقدمة لمحافظات الساحل الغربي وهي لحق والمخا، يعني لحق وتعز والحديدة. هي عبارة عن مجموعة من الأدوية التي عبارة عن مسكنات علاجية وعبارة عن مضادات حلوية، ستخدم جميع المحافظات إن شاء الله بإذن الله والجرحى المصابين في هذه المحافظات، كما تحتوي أيضا على مستلزمات طبية أخرى من المحايل الوريدية وأخرى.